ماذا يفعل 5000 صيني في تنظيم داعش؟ تنظيم داعش أشبه بشركة متعددة الجنسيات. هذه الشركة موجود فيها ناس كتير، وكل أجهزة المخابرات تقريبا موجودة في تنظيم داعش. إنما المفاجأة إن في 5000 صيني موجودين في تنظيم داعش. النهاردة اتكلم سفير سوريا في الصين إلى وكالة رويترز وقال إن الرقم من 4000 إلى 5000 صينيين موجودين في تنظيم داعش، موجودين على مستويين، إما صينيين دواعش يعني جوه تنظيم داعش، وإما صينيين انفصاليين اللي هم عايزين انفصال منطقة في الصين يتواجد فيها عدد كبير من المسلمين. سواء الانفصاليين أو سواء اللي هم أعضاء داعش، هم كلهم مقاتلين في سوريا والعراق مع تنظيم داعش، سواء لهذا الهدف إقامة خلافة كما يتصورون أو لهدف حركة انفصالية داخل الصين. الصين حضراتكم دولة مليارية، هي الأكبر في العالم، في أقلية مسلمة لكنها أقلية مسلمة كبيرة، البعض بيقدرها بخمسين مليون مسلم، بي بي سي قدرتها ذات يوم بمئة مليون مسلم. هذه المنطقة سينكيانج اللي موجود فيها عدد كبير من المسلمين هم من قومية اسمها الإيجور. القومية الرئيسية في الصين اسمها الهان. في قوميات كتيرة جدا موجودة في الصين، بلد عملاق، بتكلم على أكتر من مليار إنسان. القومية الرئيسية الكبرى في الصين اسمها الهان. إنما القومية اللي فيها مسلمين كتير هي قومية الإيجور. أغلب المسلمين اللي في الصين معتدلين وجزء من تقدم ونهضة الصين، وفي أسماء كبيرة جدا موجودة في نهضة الصين من المسلمين. إنما في أقلية متطرفة بتحاول أنها تبث أفكار متطرفة وأنها تعمل وقيعة بين المسلمين في الصين وبين الحكومة في بكين. كلام كتير في هذا الإطار، إنما الجديد فيه الإعلام بقى عن رقم إن هؤلاء المتطرفين راح منهم 4000 إلى 5000 انضموا إلى تنظيم داعش، يعني داعش الصين اللي موجودة في سوريا الآن. الصين قلقة جدا، الصين ما قالتش أي أرقام رسمية. الرقم ده سفير سوريا في بكين قاله لرويترز النهاردة. الصين بتقولش أرقام، إنما الصين بتقول إن في صينيين دواعش وإن في صينيين موجودين في سوريا وإن الصينيين دول خطر كبير جدا على الصين. قلت لحضراتكم قبل كده إن في تفكير استراتيجي عالمي بيقول إنه الصينيين اللي موجودين في داعش والروس اللي موجودين في داعش دول لا هدفهم العراق ولا هدفهم سوريا ولا هدفهم خلافة ولا حتى هدفهم مصر ولا هدفهم تونس أو الجزائر. كل دول في بعثة، كل دول في بعثة تعليمية إرهابية علشان يرجعوا القوى العظمى، يرجعوا إلى روسيا ويرجعوا إلى الصين. فيبقى داعش الصين اللي موجودة في سوريا هدفها النهائي بعد البعثة الإرهابية ديت ترجع إلى الصين، يبقى في أعمال إرهابية موجودة في الصين هتحقق أهداف كتيرة، الوقيعة بين المسلمين وبين الحكومة في بكين، إضعاف الدولة الصينية واستنزافها، يبقى جزء من المعركة مع الصين إنها تحارب الجماعات المتطرفة داخل الصين. فيبقى بعض المتطرفين في الصين يروحوا بعثة إلى سوريا يتعلموا في داعش، يرجعوا بعد كده الصين علشان ينهكوا الصين ويدخلوها في حركة صعبة جدا في مواجهة طالبان الصين أو داعش الصين. أيضا روسيا نفس التحليل، برضو يبقى الروس اللي موجودين وبرضو حوالي 5000 موجودين في داعش، هم كمان في بعثة تعليمية في داعش علشان يرجعوا بعد كده يبقوا داعش روسيا. فالهدف في النهاية يكون في داعش روسيا وداعش الصين للوقيعة بين المسلمين وبين الحكومة في موسكو والوقيعة بين المسلمين وبين الحكومة في بكين. إنما الأمر الثاني والأهم في إطار صراع القوى العظمى هو دخول روسيا في حرب استنزاف مع جماعات متطرفة ودخول الصين في حرب استنزاف مع جماعات متطرفة. إشعال الجبهة الداخلية في روسيا وإشعال الجبهة الداخلية في الصين.
إذا في معركة كبيرة جدا، معركة عالمية أطرافها قوة كبيرة جدا، إنما للأسف إن ميدان الرماية موجود في العالم العربي، وإن ميدان الرماية موجود هنا في بلادنا، فبلادنا بقت ميدان للرماية. إنما الصراع الرئيسي اللي موجود مش فقط في الشرق الأوسط ولا هدف الشرق الأوسط، إنما في أهداف أخرى متعلقة بالصراع العالمي بين القوى العظمى. إذا نحن إذا رقم جديد قيل لوكالة رويترز اليوم أن هناك 5000 صيني موجودين في داعش، والصين تشعر بالقلق الشديد من احتمال عودة هؤلاء وأثرهم السلبي على الأمن القومي في الصين.